صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي حاكم عجمان حفظه الله، سمو الشيخ راشد بن أحمد النعيمي رئيس هيئة التخطيط والبلديات حفظه الله، معالي الوزراء ووكلاء الوزراء، السيدات والسادة الحضور الكريم، مرحبا بكم في حفل افتتاح المستشفى السعودي الألماني عجمان، سائلين الله عز وجل أن يكتب التوفيق والنجاح لهذا المشروع. نبدأ حفلنا بالنشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة تؤديه طالبات مدرسة الزوراء للتعليم الأساسي. والآن نستمع لآيات من الذكر الحكيم مع سماحة الشيخ عبدالله الجيزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. أدعو الآن السيد مكارم صبح البترجي نائب رئيس مجموعة مستشفيات السعود الألماني ليلقي كلمته. السلام عليكم ورحمة الله. صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي حاكم إمارة عجمان، السادة أصحاب السمو والمعالي والفضيلة السيدات والسادة، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لشرف كبير لمجموعة مستشفيات السعود الألماني أن يرعى هذه الاحتفالية سموكم الكريم لافتتاح معلم حضاري جديد يضاف لمدينة عجمان الحضارة. وحضوركم الكريم تاج على رؤوسنا، الذي يؤكد اهتمامكم الفائق بهذا المجال الحيوي ودعمكم اللامحدود لنا لإخراج هذا المستشفى في أرقى ما يكون، وإن شاء الله وتكون قبلة الباحثين عن الشفاء والجودة العالمية في عالم الطب، ونموذجا فريدا وانطلاقا جديدا للمجموعة. بإذن الله تكون هي البداية لنا في عجمان، وبإذن الله لنا مشاريع أخرى صحية في إمارة عجمان. إن هذه اللحظة التي تأذنون فيها ببدء العمل في هذا الصرح الطبي الكبير وتحقيق حلمنا الذي طالما عملنا على تحقيقه واجتهدنا في تنفيذه، وهو افتتاح المستشفى العاشر للمجموعة. العمل كان شاقا وكان العطاء سخيا من والدنا المهندس صبحي بترجي، الذي رسخ فينا أهمية البناء والتنمية
وعندما تصح الأبدان تصح النهضة. فكان شعارنا الصحة للجميع عنوانا وهدفنا. استثمرنا في طموحاتنا وأمالنا لمنطقتنا، وكان الحصاد بفضل الله خيرا كثيرا. تسعت خدماتنا لتشمل مملكتنا الحبيبة في مناطقها، وانطلقنا لمحيطنا العربي، فتحنا في الأمارات وفي مصر واليمن، ونسعى لنصل لكل أنحاء منطقة الشرق الأوسط. ونستعد لافتتاح فرع لنا إن شاء الله في الباكستان والمغرب وكل مكان ينادينا لحاجته الماسة لأن تصل هي خدماتنا ورعاتنا الصحية في العالم العربي والإسلامي كله. فحلمنا أن تكون لنا مستشفى في جميع هذه البلدان كله. فحلمنا أن تكون لنا مستشفى جميع هذه البلدان. وبفضل الله أصبحت مجموعة مستشفيات السعودي الألماني صرح طبي عالمي رائد، حيث كانت أول مستشفى خاص يجري عملية زراعة كبد في المملكة العربية السعودية، وأول مستشفى يجري جراحة استبدال مفصل الورك، وكذلك تركيب أجهزة العمود الفقري لمعالجة الانحراف، وإجراء الجراحة المجسمة وزراعة القوقعة، وأول استئصال للمرارة بالمنظار في الشرق الأوسط، وأجرى العديد من الجراحات الدقيقة والبالغة الخطورة التي أعادت للآلاف من المرضى الأمل من جديد في ممارسة حياتهم الطبيعية. وكذلك كانت أول المستشفيات التي قامت جسراً طبياً راسخاً مع الخبرات الطبية العالمية عبر الزيارات الدائمة لكبار الأطباء في ألمانيا وأوروبا، وأكثر مستشفى خاص يتوسع في العالم العربي في دول مختلفة. إن فرحتنا العظيمة بتشريفكم، ويسعدني كرئيس لشركة بيت البترجي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات السعودي الألماني أبث إليكم حرصنا الدائم على تطوير وتحديث الخدمات الطبية والعمل المشترك مع الحكومات مثل حكومة عجمان والعاملين في القطاع الصحي والبنوك لبناء شراكات كبيرة تسفر عن أعمال كبيرة نصل بها لأرقى مستويات العالمية في المجال الطبي، ونحن بإذن الله قادرين على ذلك بدعم وجهد كافرة العاملين. جزيل الشكر وفائق التقدير والاحترام على دعمكم اللامحدود وتشريفكم الكريم الذي سيظل دافعاً وحافزاً وملهماً لنا في مسيرة العطاء والتطوير. رعي الله سمومك الكريم والكبير، وحفظ الله بلدنا الثاني عجمان ودولة الإمارات العربية الشقيقة. وأريد أن أنوه أن إحنا هنا في جينا الإمارات ليس فقط لاقتصاد الإمارات أو لسوق الإمارات أو عجمان، لكن إحنا هنا جينا لأنه ما شاء الله يعني رجال الإمارات معروفين بالوفاء والكرم، وإحنا عاشرناهم هنا أكثر من 20 أو 30 سنة. والحقيقة إحنا جينا هنا نشتري رجال، وإحنا جينا هنا مو بس للاقتصاد. فالحقيقة حبيت أن أنوه على هذا الشيء، لأنه الرجال هم اللي يصنعوا الوطن وليس الوطن الذي يصنع الرجال، لكن الرجال الذين هم يصنعوا الوطن، ولذلك إحنا جينا هنا. شكرا لكم جزيلا. السلام عليكم. والآن رحبوا معي بالمهندس صبحي عبد الجليل البترجي، مؤسس ورئيس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيم، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان رعاه الله، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد إمارة عجمان، سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان، معالي الوزراء وكلاء الوزارات، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي سموكم أن أرحب بكم جميعا في هذا الحفل الكريم بمناسبة افتتاح هذا المستشفى السعودي الألماني في عجمان. بداية أتقدم إليكم صاحب السمو بوافر الشكر الجزيل على ثقتكم بنا وعلى الدعم الكبير الذي أكرمتنا به لتسهيل إنشاء هذا المستشفى بما يمتلكه من مواصفات وخدمات ترتقي إلى مستوى أبناء هذه الأمارة وتلبي احتياجاتهم إن شاء الله،
وكلمة حق تقال، بأننا لطالما شهدنا كمستثمرين سعوديين الدعم الأول والكبير من قبل هذه الحكومة، حكومة الأمارات العربية المتحدة. نحمد الله ونشكره يا صاحب السمو، ونسأله أن يجازيك خيرا على وكل من ساهم في دعم وبناء هذا المشروع، ليكون المستشفى العاشر للمجموعة وثالث منشأة صحية في دولة الأمارات. تكتمل اليوم الرؤية مع افتتاح هذا الصرح الحديث ليكون في خدمة مواطني إمارة عجمان والإمارات الشمالية، واعدين سموكم بتقديم خدمات عالية الجودة وجعل هذه المستشفى منارة تستقطب الخبرات الطبية والمرضى من داخل الدولة ومن خارجها. صاحب السمو، المستشفى السعودي الألماني في عجمان تزيد مساحة مبانيه على 41,000 متر مربع وبطاقة استيعابية قدرها 200 سرير، كما يضم 46 عيادة تغطي أكثر من 20 تخصصاً. وقد حرصنا من خلال تصميم هذا المستشفى أن يتوافق مع أفضل المعايير العالمية، مجهزاً بتصميم مميز للمساحات الداخلية وصديقاً للبيئة من خلال الموامة بين الإضاءة الطبيعية والصناعية ومن خلال المساحات الخضراء الفسيحة. كما شاهدتم سموكم، يوجد في هذا المبنى حوالي 10 حدائق لراحة المرضى. من شأن هذه المنشأة أن تضمن بجانب الرعاية الصحية إقامة ممتعة للمرضى وعائلاتهم، مما يساهم بشكل كبير في توفير الراحة النفسية لهم ويعجل من فترة شفائهم. وهنا أسمح لي سموكم أن أتقدم بخالص الشكر لشركة ISCC International Hospital Construction Company التي قامت بتصميم وبناء هذا المشروع وفق مواصفات ممكن تصنيفها ضمن قائمة المستشفيات العالمية من خلال هذا التصميم المميز. يضم هذا المستشفى 50 كمرحلة أولى 50 غرفة للمرضى، من ضمنها الأجنحة الفاخرة وجناح كبار الشخصيات، كما يوفر كافة المرافق التي تضمن تقديم الرعاية الصحية كمثل الحالات الحرجة والمعقدة. يضم المستشفى 6 غرف عمليات، 5 غرف ولادة، قسم للرعاية الحرجة بسعة 19 سرير، قسم للرعاية المركزة للأطفال والرضع بسعة 25 سرير، وهذا يعتبر أكبر قسم للرعاية الحرجة في القطاع الصحي في أمارة عجمان. إضافة إلى ذلك، يضم المستشفى مركز جراحة قلب وقسم أشعة مجهز بأحدث الأجهزة، ويقدم كافة خدمات الجراحات التداخلية ومركز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل لبعض العمليات الجراحية وحالات إصابة الجهاز العصبي إلى آخره إلى آخره. كما يضم المستشفى كما رأيتم سموكم صيدلية ذكية لتكون أول مستشفى في القطاع الصحي في إمارة عجمان تضم هذه التقنية وتضمن تسريع عملية صرف الدواء وتقليل وقت الانتظار. صاحب السمو، مشروع هذا المستشفى ومشروعنا في عجمان لن يتوقف عند هذا المستشفى فقط، فمستشفى عجمان المستشفى السعودي الألماني في عجمان ما هو إلا بداية لمشروع أكبر، وهو مدينة البترجة الطبية، حيث نعتزم ببناء سكن إضافي للموظفين المستشفى يضمن وجودهم قريبين من مكان العمل، وتحديدا الأطباء لتقديم وضمان الرعاية الطبية المطلوبة في وقتها. كما ستشمل هذه المدينة 6 مستشفيات إضافية أخرى في مراحل لاحقة. طويل العمر، ناس كثير شككوا في بناء مدينة طبية كاملة في أمارة عجمان، معقولة 7 مستشفيات؟ هذا المستشفى إضافة إلى 6 مستشفيات أخرى الأيام بيناتنا إن شاء الله، وهنعرف إيش نتكلم عن إيش. إن هدفنا في هذه المدينة الطبية أن تكون وجهة رئيسية للمرضى من الأمارات ومن خارج الأمارات، وأن تكون الخيار الأفضل بما تحتوي عليه من خبرات طبية وكفاءات مهنية. في الختام،
أجدد شكري العميق لسموكم الذي لهذا المشروع الذي لم يكن ليكون لولا أن أمرتم سموكم به. وأنا أوعد سموكم أمام هذه الحاضرين، أمام كل هذا الجمع، أن نكون جديرين بالثقة التي منحتنا إياها، وأن نكون بإذن الله علامة فارقة ومحطة بارزة في خارطة القطاع الصحي في عمارة عجمان. أكرر شكري أيضا لصاحب السمو الشيخ راشد. الشيخ راشد متواجد معنا 24 ساعة على جواله، ويرد على الجوال، وأي مشكلة لنا حلنا هي بطريقة يعني غير مستغربة على سموه. وأكرر شكري لوزارة الصحة وللبلديات ولكافة العام الدفاع المدني وشركة الكهرباء وكافة الجهات العامة والخاصة التي ساعدت في إنجاز هذا المشروع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن سموكم في فيلم تعريفي بسيط إن شاء الله ينال رضا سموك. السلام عليكم. حضورنا الكريم، مجموعة مستشفيات السعود الألماني واحدة من أكبر مزودي الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذه المجموعة التي تأسست في عام 1988 وحتى يومنا هذا لتشمل أكثر من 10 مستشفيات في نطاق الخدمة و12 مشروعاً قيد الإنشاء. دعونا نتابع الآن فيديو تعريفي عن قصة مجموعة مستشفيات السعود الألماني يرويها المهندس صبح البترجي. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً. صدق الله العظيم. للأماكن حكاية، المهم من يرويها. المهندس صبحي بترجي، مؤسس ورئيس مجموعة مستشفيات السعود الألماني، يروي لنا هذه الحكاية. عائلة البترجي عائلة قديمة في التجارة في المملكة العربية السعودية في جدة بالتحديد. عائلة البترجي جدي أول من أدخل الدواء في المملكة العربية السعودية، الدواء الحديث في المملكة السعودية. و احنا في العائله وانا بالتحديد اؤمن انه وجودي ووجود عائلتنا في هذه البلاد هو لتخفيف الام الناس. ف اللي سبب هذا اليقين هو تربيتنا. بعدها كبرنا، بعد ما كبرنا كانت امي يعني بحكم عملنا في العائلة في مجال تخفيف آلام الناس، فأمي كمان كان لها دور كبير في تربيتنا. يعني أمي سمتنا كلنا على أسماء أطباء، لكن خالد الوحيد اللي راح ألمانيا وحقق حلم أمي بأنه يصير طبيب. فلما رجع أو بالأحرى هو هناك أستاذه نصحوا إنه لما يروح السعودية يرجع يسوي برنامج لزيارة الأطباء الألمان لتقديم الخدمة، بدل السعوديين ما كانوا يشوفوهم يروحوا
إلى ألمانيا يتعالجوا ويجيبوا معهم عوائلهم وتحصل لهم متاعب كثيرة ومشاكل كثيرة. لذلك قال له يا ريت أنت لما تروح يا دكتور خالد السعودية تعمل مستشفى هناك وتجيب الأطباء الألمان الزائرين. افتتحت عائلة البترجي مستشفاها الأول في جدة منذ عام 1988. منذ ذلك الحين ومجموعة السعودي الألماني تقدم الرعاية الصحية للملايين من المرضى حتى وقتنا هذا. اخترت لها اسم المستشفى السعودي الألماني على أساس أن احنا نجيب خبرات من ألمانيا لوقف سفر الناس إلى الخارج، ونجحنا، يعني نجحنا في هذا المجال نجاح كبير. ومنذ ذلك الوقت أصبحنا سباقين في مجال تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية المختلفة وبأحدث التكنولوجيا الطبية من ألمانيا ومختلف بقاع الأرض. سافرت أمريكا في دورة كانت في أورغانيزيشن اسمها YPO. YPO هذه علمتني أشياء كثيرة، منها كيف الإنسان ممكن يتوسع ويخلق شبكة من المستشفيات. مجموعة السعودي الألماني اليوم لديها التواجد الجغرافي الأوسع في المنطقة، حيث تنتشر وتقدم الرعاية الصحية في 10 مدن عربية موزعة بدءا من جدة، عسير، الرياض، المدينة، حائل في السعودية، وصنعاء في اليمن، ودبي، الشارقة، عجمان في الإمارات. احنا الآن كمجموعة نعتبر مجموعة ريجنال، يعني إقليمية، نمتد مشاريعنا الآن من الباكستان إلى المغرب، مروراً بالأمارات والسعودية ومصر وإلى مغرب، لكن في المستقبل راح نتجه ونتجه إلى العالمية إن شاء الله. الجيل القادم اللي يترأسه ولدي مكارم صبحي بترجي الآن قاعد يتكلم على الوصول إلى العالمية، يعني بيتكلموا على الوصول إلى ألمانيا وإنجلترا وإندونيسيا وماليزيا والهند والباكستان. في المجال الصحي الطبيب هو مركز الأساس، ولهذا السبب في بدايتنا بدأنا بموضوع برنامج الأطباء الزائرين على أساس إحضار الكفاءات العالمية من الخارج، ولا نزال إلى يومك هذا نبحث عن الطبيب المحترف، الطبيب المتميز لتقديم الخدمة الطبية لمرضانا. المجال الطبي موضوع معقد جدا، ولا ينتهي عند فقط بناء المستشفى. تشغيل المستشفيات من أصعب الأشياء اللي ممكن تسير في هذه الدنيا، لأنها تتعلق بحياة الإنسان. فلذلك اللي بده يشتغل في هذا المجال يجب يكون عنده نوع من الشغف لخدمة الناس. إذا ما عندك شغف لخدمة الناس وتخفيف آلامهم لا تتطرق إلى هذا المجال. واليوم ينضم لمجموعتنا صرح جديد، المستشفى السعودي الألماني عجمان. Thank you.
من هنا فإن بإمكان المراجعين الوصول للطاقم الإداري في أي وقت. وكجزء من مسؤوليتنا الاجتماعية نتفاعل مع المجتمع من خلال الحملات التوعية المستمرة وإقامة البرامج التعليمية وزيارة المدارس والتفاعل مع العديد من النشاطات المجتمعية. فرحتي هي العظمى إن أنا لما أشوف إنسان مكتئب وبعدين خرج سعيد شافي معافى، هذا الشعور ما ممكن أقدر أوصفه لأي شخص إلا الشخص اللي فعلا يمارس هذا العمل، اللي هو فرحة القائم على هذا المرفق الصحي عندما يرى ابتسامة المريض وأهله هم خارجين معافين من المستشفى. بعون الله نرعاكم. مجموعة مستشفيات السعودي الألماني. وفي الختام نشكر سمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على حضوره وتشريفه مع صحبه الكريم في هذا اليوم التاريخي، وندعوه لتسلم درع التقدير والعرفان من المهندس صبح البترجي، ونتمنى أن يكون هذا المشروع البذرة الأولى التي ستعطي ثمارا أكبر في المجال الطبي في مستقبل الأيام القادمة لإمارة عجمان. شكرا لكم.